اهلا اهلا مدام منار، اتفضلي. ميرسي. ها هنعمل ايه؟ عايزه اسحب فلوس. اوكي، تحبي نسحب من التشيكينج ولا من السيفنج اكاونت؟ اللي تشوفه. انا شايف ان احنا نخلي السيفنج عشان الارباح. تمام. اوكي، ممكن رقم الحساب؟ طبعا. تفضل. طيب ثانيه واحده. طيب احنا عندنا في الجاري في 1,450,000 وفي السيفنج في 2,620,000، وطبعا حضرتك عارفه الشهادات. طبعا عارفه. طيب استاذنك بس الرقم اللي هتعوزي تسحبيه هنا والتوقيع من فضلك تحت. طبعا. اتفضل. شكرا. هو حضرتك ما كتبتيش الرقم؟ هسحب 1,000,000 او 1,500,000. اوكي، بس للاسف التوقيع مش مطابق. يعني ايه؟ اهي ايه البطاقه اهي ومعاك رقم الحساب. مدام منار انا عارف حضرتك كويس، حضرتك عميله معانا هنا من زمان. طب احنا ممكن نحاول مره ثانيه. هنا برضه التوقيع. حاضر. لسه في مشكلة. ازاي؟ التوقيع مش مطابق، تقريبا ايد حضرتك مهزوزة او في حاجة. افتكرت، اصل انا وقعت على ايدي من شهرين وجبستها ولسه فكاها، اكيد ده السبب. انا فعلا ما شفتكيش بقالي فتره. من يوم 13 او 12 نوفمبر بالظبط. حضرتك كنت هنا يوم 12 وسحبتي 500,000 جنيه. بالظبط بالظبط. طب خلاص، يعني اخليها بقى مره تانية تكون ايدي بقت احسن. لا يا مدام، ثانيه واحده، احنا ممكن نعمل توقيع جديد خالص دلوقتي. انا استاذن حضرتك بس في شويه بيانات هنا، والتوقيع هتبقى هنا وهنا وهنا. يا ريت، اصل التوقيع ده بقى له كتير قوي ما اتغيرش.